أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا، وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.49% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 82.20 دولارا للبرميل الواحد. وتواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدعومة من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ومخاوف تتعلق بنقص المعروض بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية عقب الزلزال في تركيا. على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.11% عند 1881 دولارا للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء مع استقرار الدولار وسط توجه أنظار المستثمرين نحو خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم من أجل توصل دلائل حول مستقبل السياسة النقدية. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين نسبة بلغت 0.69% لتغلق قرب مستوى 23,000 دولارا. وصعدت العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للتوصل إلى دلائل بشأن مستقبل السياسة النقدية.